مش كريم بس اللي حرام يا مايا، ادي صور كل العقود اللي بتثبت ان اياد اخوكي باع لنفسه كل حاجه بعد ما ابوكي مات. اياد اخوكي ده مدرسه بنتعلم منها. بيعمل كل حاجه واي حاجه مع اي حد عشان يوصل اللي هو عايزه. اياد كان عارف كويس قوي ان انا ما بحبوش، وكان عارف كمان اني بحب كريم وبحبه، بس ازاي يخسرني؟ ازاي يخسر حاجه عايزها؟ لا، لازم ياخدني ويتجوزني. حتى هو عارف ان انا ما بحبوش، دخلي بالحنيه، كان عارف اني محتاجاها لما كريم سابني واختار سلمى. مش هصدق، انا بجد مش مصدقاه. حتى انسي اخته استغلك علشان ينتقم من كريم. لو ايه؟ وسرقك بعد ما ابوكي مات. انتي عبيطه يعني، انسي عمرك ما فكرتي كل الحاجه اللي كانت بتاعتكوا دي راحت فين؟ بجد صدقتي ان ابوكي ما سابلكوش غير ارض الجونه اللي كريم سرقها؟ بذمتك انت، في اخ في الدنيا يعمل كده في اخته؟ يستغلها وكمان يسرقها؟ ده جاحد يا شيخ. وانت بقى خايفه عليا دلوقتي؟ انا اني وانا سيف ماي لايف؟ لا طبعا. بتهزري انا خاف عليك يا بنت؟ انا ما بحبكيش اصلا، وانت عارفه الكلام ده، ولا انت طايقاني. بس المصالح بتتصالح ولا ايه يا حلوه؟